وقبل الفاصل دكتورة روية قالت لنا ووضحت ازاي الصلاة بيكون فيها عبادات كتير جدا، الزكاة والصوم والحج، كمان هي فيها الدعاء وفيها قراءة القرآن الكريم. لكن للأسف بنلاقي ناس بتبقى فاكرة انها مجرد أداة، وان احنا نأديها علشان بس يعني تبقى زي حركات بنأديها. ازاي نأديها بالطريقة الصحيحة؟ ازاي نقيم الصلاة؟ ازاي كمان ناخد بالنا حكم تارك الصلاة ايه؟ لانه في ناس بتبقى شايفة انها بتتقي ربنا، بتتعامل معاملاتها في الحياة كلها جميلة وتقية وكويسة فيما يعني يخص المعاملات مع الناس والاشخاص ومع ربنا سبحانه وتعالى، لكن لا تؤدي الصلاة. ما حكم ده؟ لانه ده مهم جدا اعرفه من حضرتك يا دكتور روية، وبرحب بيكي مرة تانية. اهلا بيكي حبيبتي. هو بداية الدخول الى الصلاة زي ما حضرتك قلتي هي مش اداة، هي اقامة. ربنا قال اقام الصلاة، إقام الصلاة علشان أحقق الجزء ده والوقوف بين يدي الله ببدأ من أول الوضوء. هو ده الدخول الأساسي على الصلاة. لو بدأت الوضوء بهدوء وسكينة، بمعنى إن داخلة على أنا خلاص أنا النية دي محلها القلب وداخلة هتوضى، بس الطريقة اللي بتوضى بيها إيه؟ إيه اللي هدخل بيه؟ في ناس بتشوف، أنا بشوف ناس في الوضوء المية على آخر حاجة وبسرعة بسرعة بسرعة، ده ما ينفعش. ده أنا لازم أدخل بهدوء وسكينة، بسم الله والحمد لله. لما أتخيل أني مجرد بس ما المية تيجي على إيدي والذنوب كده بتتساقط من بين إيدي، ده معنى رائع جدا. أن لما أدخل كده واستحضر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وضوء على وضوء، نور على نور، أحس أن أنا داخل، ده أنا عندي أجمل لقاء في الدنيا. من أحب لقاء الله أحب الله لقاء. فحبدأ بالوضوء بسكينة، لو دخلت على الوضوء بسكينة وأتممت الوضوء على أكمل وجه، طبعا مش هنشرح بقى الوضوء مش مجاله، هدخل على الصلاة بهدوء وسكينة. وأنا داخل على الصلاة سواء في شغلي بستقطع وقت جوه بيتي طبعا، وجوه البيت بيبقى المجال أرحب لأنك تبقي لابسة الإسدال وواقفة في خدرك في مكان أنت بتحبي بتأنسي فيه بالله سبحانه وتعالى، وبدأتي الله أكبر أذان الله سبحانه وتعالى، الله أكبر يعني أكبر من كل شيء في الدنيا. يبقى أنا لازم أبقى واقفة كده وقلبي خاشع بين يد الله علشان أقيم الصلاة صح وأحقق فيها أركان الإسلام. يبقى ربنا سبحانه وتعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، لازم أستشعر بقلبي أن أنا أول ما أقول الحمد لله رب العالمين أسمع الرحمن سبحانه وتعالى يقول حمدني عبدي، وهكذا. فأنا الدخول الأساسي على الصلاة لو تحقق فيه الركن ده اللي هي الخشوع والوقوف بهدوء وسكينة، هقدر أصلي وحستشعر عظمة الله. مجرد ما تقرأ القرآن في قشعريرة كده بتمر بالجسم. إمتى بقى بحس أني أنا فعلا قريبة من ربنا، وأني لما قلت الله أكبر فعلا أكبر من كل شيء، وقالك مجرد الحركة دي أن كل الدنيا فعلا بتبقى خلف الظهر. خلف الظهر طبعا، واستشعار وإحساس ويقين بربنا سبحانه وتعالى. وكمان ان احنا بناخد بقى حسنات، يعني انا كل ما بحمد ربنا فانا باخد حسنه، بدعي ربنا فانا مستنيه الاجابه، وهكذا حاجات كتير جدا جوه يعني حتى سوره الفاتحه اللي هي بتقرا في كل ركعه 17 مره بتقراي الفاتحه في اليوم، وهي الفاتحه هي ايه الا ثناء على الله سبحانه وتعالى ودعاء من العبد. اهدنا، بتبداي الحمد لله رب العالمين وبتنادي الله سبحانه وتعالى باسمائه الحسنى وبتقول اياك نعبد، انا اخلصت كل العباده ليك يا رب، وإياك نستعين، وإحنا لا نستعين إلا بك. وبدأنا النص الأول من السنة على ببدأ الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. لازم أستشعر وأنا بدعيه بقول يا رب اهديني لصراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، أكون من هؤلاء غير المغضوب عليهم ولا الضالين، اهديني للطريق القويم اللي أوصل به إليك يا رب. وبتقرأي ما فتح الله عليك به أن تقرأيه. لكن هي القراءة والتدبر، التدبر جوه الصلاة زي قراءة، زي ان النبي صلى الله عليه وسلم رتل القرآن ترتيلا. أيوة. وأفلا يتدبرون القرآن. وأنا بقرأ القرآن لازم أكون متدبرة. ويعني إيه هو التدبر وأنا بقرأ؟ يعني إيه كلمة التدبر اللي إحنا بنقولها؟ التدبر جاية من الدبر، ولما إن كانت قدت قميصه من دبر، الدبر اللي هو الخلف. فهو ربنا يقول لك استشعري ما خلف الآية. أنت بتشوف إيه اللي خلف الآية؟ الآية دي عايزة منك إيه؟ مواطن الآية، محاور الآية. فأنت بتقرأي وبتتدبري القرآن فبتستشعري بعظمة الله سبحانه وتعالى، فبيكون الإقبال على الله. تطولي بقى في الصلاة ما بتستشعريش أبدا بالملل وإنك عايزة تخلصي، لا ده أنت بتسجدي مش عايزة تقومي، بتركعي مش عايزة تقومي، بتدعي خلاص أنت دخلتي في معية الله. ليه بقى؟ مدرسة النبوة، النبي صلى الله عليه وسلم
كان يقرأ بالنساء وآل عمران والبقرة، وهيحب لقاء الله، فمن أحب لقاء الله أحب الله لقاء. دي طاقات نورانية بتملى الجسم كله. الصلاة دي تنشيط لكل خلايا الجسم.